وان قدمت في الشوط لا يمكن تخيب مركضها يشفى الكبود العليلة ما تكسب إلا من خيار المكاسب بين الشلاف والسيوف الصبيلة باسم الأمير وباسم الكسابة الطيب أهل الكرم وأهل النفوس النبيلة يا مرحبا بالهجن وأهل المواجب توافدوا من كل دار وقبيلة في مهرجان فيه للهجن ترتيب في ديرة تحفظ وقار الأصيلة فيها لها مضمار يدرى من العب بنايته في كل يوم وليلة يحفظ وقار الهجن عند المعازيم بني تميم مطوعت كل بسم الله الرحمن الرحيم أطلق الستار وبدأت الأمان انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والعطاء تواصل الشوط السابع عشر بتعداد أشواط هذه الفترة المسائية التي قررت للسن الحقائق القعدان أشواط نقدية ثمينة للعشرة المراكز المتقدمة هنالك الصدارة هنالك أول المراكز من يتواجد على المقدمة مشهور لعلي بن صالح بن ملهية المري ولكن أشاهد التغيرات التي طرت وجرت من قبل الباز حمد بن فرج بن دلموك المري يقدم لنا الباز مع أول المراكز وهذه السلالة العريقة المعروفة لدى جميع ملاكي الهجن ثاني المراكز هنالك التواجد من قبل مشهور علي بن صالح بن ملهية المري يقدم لنا مشهور ويبحث عن الشهرة والانتصار في أول المراكز ثالث المراكز يتواجد هنالك الباز جبر بن جاسم بن ربيع الكواري يقدم أيضا اسم الباز المركز الرابع وصل شعار الحريري مع انطلاقة هنالك من يتواجد سليماني مسعود بسعيد الحريري المري المركز الخامس أشاهد هنالك خامس المراكز من يتواجد في هذه اللحظات مشتاق لمبارك بن محمد بن صرير المري هذه الخمسة المراكز المتقدمة ولكن أرى هنالك سليماني من غير الأمور من المركز الرابع إلى أول المراكز سليماني المملوك لمسعود بن سعيد الحريري المري من انطلق شعاره مع الصدارة مع أول المراكز يود أن يذهب بالسلامات إلى أهل ميدان الجزيرة مع انطلاقه هنالك سليماني مع المركز الأول ومع الصدارة مسعود بن سعيد الحريري المري ثاني المراكز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور على المركز الثاني المملوك لعلي بن صالح مركز يتواجد مشهور